مساء الخير. خير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. هل القانون يخضع الارض الزراعيه لضريبه التصرفات كما هو وارد وكما هو يطبق الان؟ لا يا فندم، لا يخضع الارض الزراعيه لضريبه التصرفات العقاريه في ذاتها، ده ابتداء. نعم. وبالتالي لا يخضعها للضريبه على الارباح التجاريه التي تتعامل بها مصلحه الضرائب مع بائعي او اصحاب الاراضي الزراعيه اذا قاموا بالتصرف فيها بالإراض، مش يعني لو يمتلك 10 فدادين. نعم. باع فدان لفلان و5 فدادين لفلان و5 و4 لفلان، بتتصور مصلحه الضرائب، وده فكر ليس صحيحا ويتعارض مع الواقع والقانون. حضرتك بتتكلم عن الاراضي الزراعيه ولا الاراضي البور يا فندم؟ على الأراضي الزراعية يا فندم. نعم نعم. الأراضي الزراعية يا فندم أساسا بيع الأراضي الزراعية، الأراضي الزراعية إذا تم بيعها فهو عمل مدني لا يخضع للضريبة. هذا زي زراعة التصرف، لا تخضع الزراعة إلى الضريبة أو الأرباح الناجبة عن بيع المزروعات والفواكه إلى الضريبة من للفلاح أو صاحب الأرض اللي بيشتغلها، ده عمل مدني بحت. نعم. فإذا تصرف مالك الأرض الزراعية في الأرض بترى مصلحة الضرائب، إما أن يتصرف فيها جملة أو تعتبر تقسيم للأرض إذا باع لأكثر من شخص. نعم. طبعا هذا خطأ جسيم، لأن تقسيم الأراضي يستلزم اتخاذ إجراءات تقسيم مش البيع بحالتها وإن تعددت تعدد عدد المشترين. ومن ثم فالخناقه اللي دايره حاليا صحيح. هي محاوله اخضاع بيع الاراضي الزراعيه التي تتم لعديد من الاشخاص بحسبانها ارض مقسمه، والقانون يخضع تقسيم الاراضي، ولكن الواقع أن تقسيم الأراضي الزراعية لا يعد تقسيما. البيع لأكثر من شخص ليس تقسيما، فهو لم يدخل طرق داخل الأرض ولم يحولها إلى أحواض ثم تسري حقوق ارتفاق عليها، ليس هناك أمر من هذا الشكل. هي بتتباع كأرض زراعية كاملة، تصرف مدني لا يجوز إخضاعه للضريبة على التصرفات العقارية أو البيوع الخاضعة للضريبة بحسبانها أرباح تجارية. شكرا لك المستشار يحيى أدري، وإحنا نتمنى بالفعل مصلحة الضرائب أن ترد على